بداية أحب كمان أنوه إن يعني هيبقى فيه 3 محاور أو 3 خبرات كبار في فننا العربي المعاصر. خبرة الأستاذ صالح بركات من خلال عمله ككيريتور وكإضاءة تأسيس جاليري، وكخبرة كبيرة في السوق العربية وفي إقامة المعارض للفنانين العرب. عندنا خبرة كبيرة في قراءة الأعمال الفنية، وخبرة نقدية، وفي الكتابة، وفي تأليف الكتب الفنية الأستاذ فاروق يوسف. وعندنا أيضا مشوار كبير للفنان عادل السيوي في الثقافة المصرية والثقافة العربية من خلال أعماله الفنية، ومن خلال قراءاته، ومن خلال وجهة نظره، وأيضا بعض الترجمات الهامة للكتب مثل كتاب نظرية التصوير لليوناردو دافنشي، وكتاب والكتاب الهام ل معلش بولكلي، كتاب بولكلي، وأيضا ترجمته لأنجاريتي الشاعر الإيطالي الكبير. فنبدأ بالأستاذ صالح بركات، وبنرحب بيكم، بنرحب بسادة الضيوف. شكرا محمد، شكرا على هذه الدعوة، ونحن دائما نكون سعيدين جدا بنكون موجودين بالقاهرة برحاب هذه المؤسسة، ولنتداول بشؤون يمكن هي تعنينا جميعا. كثير فكرنا باللي عايزين نتكلم فيه. طبعا مشاكل الفن بالعالم العربي كثيرة ولا تحصى، إنما بدنا نجرب دائماً أنه نكون إيجابيين ونتكلم على الأشياء اللي نحن فينا أنه نقوم بها بغض النظر عن الأحلام، بأنه يكون عنا دعم من الدولة أو من المؤسسات إلى آخره. بدنا نجرب نشوف ماذا نستطيع أن نقوم به على مستوى الأفراد، سواء كان جاليريات أو مؤرخين ونقاد أو فنانين، وبالحقيقة كمان كنت بحب شوف أكثر مقتنين، لأنه هيدي الساحة الفنية تحديدا بكل بلد إنما العربية كمان، إذا ما تضافرت الجهود حنبقى دائما على مستوى محلي ضيق. وإذا بدنا نحلم أحلام كبرى يجب أن نضع اليد باليد من أجل نشوف كيف فينا نحن نركب المرجعيات التي ستلقي الضوء على رؤيتنا، يعني رؤية العرب للفنون التشكيلية تبعيتهم. فطبعاً يعني أنا كتير بحب ركز على عدة مواضيع فينا نقوم فيهم. نحن موجودين بالجامعة الأمريكية في القاهرة، هيدي مؤسسة تعليمية كتير مهمة، بس مثل كل الجامعات يجب أن تعطي مجال أكبر من أجل دراسات الفنون التشكيلية المحلية. فنحن مثلا بالجامعة الأمريكية في بيروت، أو بالأيو بالأكاديمية اللبنانية والجامعة اليسوعية، من حوالي 10 سنوات طلبنا ووصلنا إلى أنه يصير في كراسي متخصصة أو ماستر بروغرام، شغلتها بحد بالتحديد أن تعلم الشيء اللي بيسموه History of Art and Curatorial Studies للفنون المحلية. من زمان كان بشكل أساسي يتم تعليم الفنون الأجنبية، بس إذا ما اهتم الأكاديمية المحلية بأن يعني تعمل دراسة تاريخية ونقدية عن فنانينا، ويصير في اهتمام أكبر بكتابة تاريخ من وجهة نظرنا، لأنه لما بيجي ناس من الخارج طبعاً هن حيكتبوا من وجهة نظرهم اللي مش بالضرورة أن تكون
متلائمة مع وجهة نظرنا. أنا بالنسبة لي يجب الاهتمام بالدراسات والأبحاث على مستوى الجامعات، هذا دور مطلوب كتير كبير، بس مش بس من الجامعات، مطلوب كمان من الجاليريات أن تستثمر أكثر بأن تستجلب كتاب وباحثين وناقدين لمرافقة الفنانين اللي بيمثلون، وكمان بمكان ما المقتنين الكبار مش بس مفروض أنه يجمعوا أعمال ويطلعوا أنه هيدا العمل صار حقه هالقد وصار حقه هالقد، هني كمان مطلوب منهم أنه يعني يصرفوا شيء من الاستثمار تبعهم في إعلاء شأن مجموعاتهم والفنانين اللي بيمتلكون عن طريق كتير من الأشياء اللي بيقدروا يسووها، سواء بإعارة أعمالهم للمعارض، سواء بإنتاج كتب أو دراسات تتعلق بمجموعاتهم. احنا مش عم نطلب اكتر من هن، انما تكون بطريقة محترفة. مؤخرا يعني اللي عملته مؤسسة برجيل كان كتير مهم. اليوم مثلا بعرف انه دلول ارت فاونديشن ببيروت عم بتقوم بانتاج فيلم عن فكرة ما هو المقتني ودور المقتني اليوم. في كتير أشياء ضرورية أنه نهتم فيها، ضروري نهتم أنه نرجع نلقي الضوء على أو يعني نعطي نبرز أهمية المؤرخ. المؤرخ بده يكتب تاريخنا. أنا بقعد مع محمد وعادل مبارح عم نحكي عن مجموعة فنانين مصريين، يعني هني جهابزة بس بالساحة الفنية المصرية، وبتسألهم عن بعض الفنانين ما عندهم أجوبة. مش معقول هيدا الأمر، يعني مستحيل أنه في تغييب لهالدرجة لتاريخنا. إذا نحن ما بدنا نكتبه ما لازم نزعل من الآخرين إذا ما بيعرفوا عنه شيء. على السريع، نحن اليوم بالقاهرة، وبالتالي أنا بعتقد أنه بعد مرور عصر طويل صار في اهتمام بالناشناليزم، يعني بكل بلد يهتم بفنونه، انه نحن بس نهتم بالفن المصري، بس الفن التونسي، بس الفن السعودي. حقيقة يمكن ظروف غزة اليوم ترجع بتخبرنا او بترجع بتذكرنا انه بالستينات وسبعينات القرن الماضي صار في حركات كتير كبيرة، صار فيها تعاون من المغرب الى العراق ومن سوريا الى السودان، وكانت كتير ايجابية وكانت كتير مهمة. لان بدل ما يكون سوق لبنانية مقتصرة على بعض المقتنين اللبنانية، ليه ما يكون عم نحكي عن ساحة عربية تتبادل الخبرات، كل واحد عنده تجربة بمكان ما إلى آخره. هيدا شيء كتير ضروري، وبعتقد أنه يعني إذا اعتبرنا أنه ساحة الخليجية اليوم عم تهتم أكتر وأكتر بالجلوبال آرت، يعني عم بيهتموا أكتر أنه يكونوا جزء من العالم، وأنا ما عندي ولا مأخذ على ذلك، كل واحد يعمل اللي بده إياه. إنما بخياب بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين اليوم، بعتقد أنه القاهرة عندها بوتنشل هائل تلعب دور أنها تكون هي المدينة التي تهتم بالعرب، لأنه الباقيين مش مهتمين بالعرب. هي فيها تلعب هالدور، وهي بيعنيها هالدور، وهي بتحب تلعب هالدور. إنما كمان لازم أنه القاهرة تشتشد البراغي تبعيتها ومؤسساتها وفعاليتها، من أجل أنه تقول إذا أنا بدي أكون عاصمة عربية أساسية بالفن، بده ينشغل على هذا المستوى. كمان بعتقد كتير ضروري أنه في قيام هذه الساحة الخليجية اليوم اللي عم بينصرف فيها كتير مصاري. وجود العربي فيها محدود شيئا ما، وهيدا كمان تقصير منا. نحن كمان لازم نسعى أنه نكون موجودين ببرامج أوضح وإلى آخره، لأنه في كومبيتيشن. إذا الأمريكيين في مؤسسات عم تدعمه، نحن لازم كمان نوجد الستركتشرز هيدي اللي بدنا ندعم حالنا فيها. بحب أقول كلمة صغيرة، أنه كنت من شهر بباريس عم بحاضر
بجامعة سوربون عن هيدا الموضوع، أنه اليوم بالخليج في دولة غنية قوية عم تستثمر بإمكانات كتير كبيرة بالثقافة والفنون كصناعة مستقبلية، برافو عليهم. نحن ببلادنا مش بس معنا دول غنية مش ما نقول أنه مفلسة وحالتها بالويل ومنا مهتمة بالثقافة، وإذا اهتمت بالثقافة بتعمل عكس ما يجب أنه تعمله بالثقافة. نحن عم بحكي عن لبنان، وزارة الثقافة تبعيتنا يعني عشوائي هي وزارة ضد الثقافة، عم تنشر ثقافة مش اللي نحن منطمح لها، وبالتالي العبء ملقى علينا نحن كأفراد ومؤسسات أنه نجرب ندافع عن حالنا down up، يعني إذا ما في دولة بنعمل اللي لازم نعمله. في شغل مطلوب منا، أنا مبارح كنت عند السيد استاذ عاد دكتور عادل السيوي، واللوحات اللي شفتهم ما بيقلوا أهمية بأي طريقة من الطرق عن أحسن ما يمكن أنه تشوفه بأحسن مراكز الفن والمتاحف بالعالم. وشو بينقص؟ بينقص أنه هيدا ما بيكفي فقط أنه الفنان ينتج أعماله، بده يكون عم يترافق من كل الانفراستراكتشر اللي بدها تجي تقول تعوا يا جماعة هيدا فنان كتير مهم، نحنا كتير فخورين فيه ونحنا بدنا نعمل كل شيء تنحطه بالصف الأول. يعني ما يكفي أنه يعمل هو بعزلة المحترف تبعه، هو بحاجة لجالوريات قوية. جالوريات قوية بدها تقول أنا بدي أكون موجودة على الساحة العالمية، بدي أكون موجود بكل المنابر اللي بتقدر تيجي تقول أنه نحنا عنا القدرة على إنتاج ثقافة من النوع الرفيع. وبالتالي في مطلوب منا كمؤسسات وكفنانين وكمنتجي معرفة من مؤرخين ونقاد وبشكل أساسي كمان من مقتنين أنه يلعبوا دورهم، لأنه إذا نحن بحالتنا الدولة هي ليست راعية، بدنا من يقوم بأنه يكون راعي فنون مش بس مقتني وأكوميوليتر، يعني بيجمع لوحات بحطهم عنده بالبيت وبيفيقها بكرة بيقول يعني هاي كان حقها 100,000 صار حقها 150,000 إلى آخره مثل البورصة. لا، بده يكون هو راعي فنون يعتقد أنه هذا المجتمع اللي عطاه الثروة اللي عطاه بده يرجع بالمقابل لهذا المجتمع جزء من اللي عطايه عن طريق رعاية مؤسسات ثقافية، عن طريق أنه ينعمل مزيد من البرامج اللي بتهتم بإلقاء الضوء على نوعية الفنون ومحاولتنا جميعاً أنه نرفعها لكي تكون على مستوى من التنافسية على المستوى العالم. هيدا الأمر ما بيصير، ما في مؤامرات، ما في ما بعرف شيء، كل واحد بيعمل مصلحته، الأمريكيين بيعملوا مصلحتهم، الأوروبيين بيعملوا مصلحتهم. إذا نحنا ما عملنا مصلحنا ودفعنا عنهم لح نضل قاعدين في هذه البوتقة المحلية اللي بتخلينا أنه يعني نعاني ما نعانيه اليوم. ما بدي احتكر الحديث، ما بعرف لمين بدك. نشكر استاذ صالح بركات وننتقل لمحور اخر مع الاستاذ فاروق يوسف. مساء الخير. بالحقيقة كما فعل صديقي بركات، بسبب ضيق الوقت سأتحدث كمن يركض، فتحملوا يعني هذا، أتمنى المعاني تصل. عنوان الندوة عين على الفن العربي. هذا المصطلح الفن العربي مصطلح مشكوك بوجوده واقعيا، يعني هل هو موجود أو لا؟ يعني سؤال اهتمينا به كتير فترة محددة ولم نصل إلى إجابات كونكريتية مقنعة، وبعد ذلك تركناه. الآن
صديق محمد طلعت صاحب جاليري مصر أعاد طرح السؤال لشعوره بأهمية القصوى بالنسبة لنا. فقلت لك أنا بدي أركض يعني بالحقيقة. اسمحوا لي أقدم لكم فكرتي يعني عن الموضوع بالعودة تاريخية لهذا المصطلح. في مرحلة التأسيس يعني مرحلة اللي ما كنا نعرف بها الرسم بالعالم العربي وجابوا الرسم لنا في من أوروبا، لم تكن مسألة هناك حاجة لفك الارتباط بالرسم الأوروبي. الرسام العربي أو النحات العربي كان يفكر أساسا بالتطابق مع النموذج الأوروبي، النموذج اللي هو معجب فيه. يعني مثلا النحات كان نحات ما كان يفكر بأن يكون يقترب من برانجوزي على سبيل المثال أو هنري مور. رسام وهذا حقيقي يعني واقعي يعني اللي درسوني يعني كانوا يفكرون بأن رسومهم يتمنون أن تكون قريبة من رسوم ديلاكروا، يعني حتى لو على نصف المستوى. ما شغلتهم قصة الجيل الآخر اللي هو بعد نهاية الأربعينيات بداية الخمسينات بدأ لديه قلق الهوية، الهوية العربية، بسبب أنه نبوءة اقتراب الانفكاك عن الاستعمار الأوروبي. يعني حركات التحرر الوطني بدأت تخطط يا إما للانقلابات أو لإزاحة الاستعمار بطريقة سلبية، فبدأ التفكير بقصة الانفكاك، فك الارتباط بالرسم الأوروبي بالنحت الأوروبي. لكن العملية فشلت بالحقيقة. ليش؟ لسبب بسيط جدا، أن معظم رواد هاي الفكرة درسوا في أوروبا. لكن كيف درسوا بالحقيقة؟ وهي مرحلة الريادة غير مرحلة التأسيس، يعني ريادة الحداثة العربية الفنية بالعالم العربي. مشكلتهم الأساسية أنهم درسوا في أوروبا صحيح، وعاشوا مراحل مهمة جدا من الانفجارات الحداثة في أوروبا، اللي هي الانفجارات الأولى يعني ما بعد سيزان، والانفجارات الثانية اللي هي ما بعد الحرب العالمية. لكنهم لم يعيشوا هذه الانفجارات، عاشوا في المتاحف. لذلك نقلوا إلينا إعجابهم بالمعروضات المتحفية. بعدين هذا الجيل بالذات لم يتعلم طريقة التفكير، كانت التقنيات هي مصدر السحر، هي مصدر بعد ذلك الحقيقة تحول القلق، قلق الهوية، إلى ما يمكن أن نسميه بهلع الهوية بسبب لأسباب سياسية. الأنظمة السياسية اعتقدت أن بإمكانها أن تتدخل لإنتاج هوية للفرد في العالم العربي. يعني بدأت النظريات، يعني الشيوعيين عندهم نظرية، البعثيين عندهم نظرية، جماعة أنطوان سعادة عندها نظرية بالموضوع الفني، فاعتقدوا أن النظرية بإمكانها أن تنتج فنا يشبهنا، وهذا موضوع صعب جدا. يعني المخرجات الفنية اشتغلوا عليها الرسامين، لكن أريد أسأل سؤال: هل يكفي أن يكون المرء يتشبه مثلا أن يتشبه بالفراعنة لكي يعثر على هويته المعاصرة، هويته العربية المعاصرة مثلا كما فعل مثلا المختار على سبيل المثال؟ وبدينا ننكر المصادر الأوروبية للمختار ونركز فقط على قصة علاقته مثلا بالفن المصري القديم وكذا، متناسين القصة الأخرى لأسباب مقصودة، يعني الأسباب يعني يشعر المرء إزاءها بالريبة، لأنها من صنع الأنظمة السياسية وليس من صنع الفنانين أو كذا. أو عندنا بالحقيقة بالعراق كان الرائد جواد سليم
ما ركزنا كثير على علاقته مثلا او تأثره بفن بيكاسو على سبيل المثال. لا، افتعلنا قصة أخرى أنه هذا التكريس للهوية الوطنية اللي هي تمتد خيوطها إلى القرن 13 أو 14 الهجري أو الميلادي قصدي، للرسام البغدادي الواسطي يحيى بن محمود الواسطي، وهذا أعتقد تلفيق. فإحنا قصة الهوية العربية وقصة مصطلح الفن العربي حتى اللحظة لم نتكاشف مع أنفسنا أنه هذا مصطلح ملفق، ونحن غير قادرين لحد هاي اللحظة على خلق فن اسمه الفن العربي، بحيث نكون مثلا نقدر نقول هذا عنده استقلاليته وعنده عناصر الجاهزة وعنده صورته الجاهزة وتركيبته وعالمه، مثل ما هو الحال مثلا مع الفن الصيني، مع الفن الهندي، حتى مع الفنون الأفريقية مثلا التقليدية. هذا تمام. في الحقيقة في المرحلة اللي هي نهاية الأربعينات نهاية الخمسينات، لما طرح قصة الهوية العربية خرجت مجموعات فنية، مثلا على سبيل المثال جماعة مدرسة تونس في تونس. لما نرجع لها بالحقيقة اعتقدوا هذه الجماعة كما اعتقد الكثيرون بالعالم العربي أن الموضوع المحلي هو الذي يصنع الهوية، يعني أنه أنا أرسم بطريقة ما، أرسم مثلا موضوع تونسي، موضوع السوق في تونس وكذا، إذا أنا قدرت أصنع هوية. طيب إذا هو هذا يصنع الهوية، يعني فلنفترض أن فنان إسباني يجي لتونس أو فرنسي أو سويسري كما حدث لبولكلي لما زار سيدي بوسعيد وزار القيروان وزار كذا ورسم. طيب التونسي راح يرسم بطريقة مختلفة عن الموضوع؟ بالعكس، اللي صار أنه تتويج لمنهج الواقعية، والواقعية أسلوب أوروبي، لأن الرسم أصلا الرسم أو النحت أو كل الفنون أعتقد، يعني حتى الشعر، الموضوع لا يشكل من الحكاية كلها إلا 5% أو أقل، المهم شيء آخر غير الموضوع. حتى تصنع عمل فني، الموضوع لا يصنع العمل الفني على الإطلاق، يعني والدليل على ذلك أن الموضوعات التافهة ممكن أن تنتج أعمال فنية عظيمة على يد رسام عظيم. الموضوعات العظيمة والأفكار العظيمة ممكن أن تنتج لوحات سيئة على يد رسام سيء. لكن هل المطلوب أن نكف عن طرح هذا المصطلح؟ أنا أعتقد لا، لازم نناقش الموضوع من جهة أخرى، أنه هو لماذا نحن عاجزون عن إنتاج المادة الواقعية الملموسة لمصطلح فكري. بالمقابل هناك سؤال آخر، هل نحن فعلا بحاجة لإنتاج شيء اسمه الفن العربي؟ المشكلة أنه احنا انتبهنا لأهمية القومية في الوقت نفسه اللي العالم المتقدم أنهى قصته مع حكاية القومية، أهمل المصطلح وأهمل معناه، ولم تعد الدول والشعوب تهتم بقصة القومية، احنا أوليناه جل اهتمامنا. فهل لا يزال التفكير بقصة حكاية الفن العربي وأهمية أن يكون هناك فن عربي؟ يعني هو هذا مهم ولا لا؟ هو هذا السؤال الأساسي. وشكرا.
نشكر الناقد الكبير الأستاذ فاروق يوسف، وننتقل لدكتور عادل السيوي، فليتفضل. أرجو صوت واصل مش كده؟ صوتي واصل؟ تمام جميل. يعني أنا كفنان يعني مش عايز أخد ألعب دور مش بتاعي، يعني أنا مفروض أتكلم عن المنتج الفني ومشاكله، لأني أنا يعني حاسس كده دايما لما بنيجي نتكلم في الأمور الكبيرة دي إمكانياتي أنا على المساهمة النظرية أو في الفكرية محدودة، ولكن ممكن يبقى في مجال لأن أنا بشتغل فيه بإيدي، ويعني أسئلته من جوا هو الأقرب ليه. والله اللي أنا عايز أتكلم فيه دلوقتي هو اللوحة المعاصرة. هل يمكن في واقعنا العربي ده، بغض النظر عن كل التحفظات اللي بيقولها فاروق وأنا موافق معاه تماما، إن الفن مش محتاج لتايتلز، يعني ده فن عربي ولا ده فن ياباني ولا ده، بالذات دلوقتي لما نتكلم في التاريخ موضوع تاني، ولكن هي اللحظة المعاصرة هي شيء متسع وأفقي وقادر على ضم أي هويات جواه، لأن هو يكاد يكون شكل قبيلة كده ممكن للجميع الانتماء إليها لو دخلت في شروطها. إحنا في مصر كفنانين أو أنا كرسام عارف جيل الرواد بتاعي عمل إيه والجيل اللي بعده عمل إيه، وإحنا دلوقتي بنحاول نعمل إيه، وده أنا أعتقد أنه حل كل البلاد العربية والفنانين في البلاد العربية. احنا تأثرنا بالغرب اساسا، واللوحة دي شيء غريب دخل علينا في حياتنا. فيش لوحة عربية، ما فيش لوحة عربية، اللوحة دي دخلت مع الحملة الفرنسية بالتحديد، لما عملاء بقى الحملة رسموا، والمصريين لأول مرة يشوفوا لوحات تشبه الواقع، يعني لها قدرة على الإيحاء كأنها واقعية، لدرجة ان رد فعل المصريين لما شافوا اللوحات اللي رسمها الرسام الفرنسي لشيوخ الطرق المصرية جروا خافوا، تخيلوا ان دول مساخط او ان الفرنسيين استطاعوا عمل سحر ما وقزموا شيوخ الطرق ووضعوهم على الورق وسجنوه. فتخيل انت ما عندك اي تاريخ مع اللوحة، وهذه هي بداياته. احنا تأثرنا بثلاث حاجات من الغرب، تجربة كلاسيكية وتجربة الحداثة وتجربة المعاصرة. وانا كفنان مصري برسم مصنع لوحة، واللوحة ما زالت هي تحتل موقع مركزي جدا في حركة الابداع في المجال بتاعنا التشكيلي. يعني الكلاسيكية جت لنا في مصر واثرت على شغلنا كمصريين او كعرب بشكل عام من خلال فلتر أكاديمي، والأكاديمية دي هي أنك تنتزع كل ما هو قوي وجوهري من الكلاسيكية وتحوله إلى مجموعة تعاليم توصلها لأي واحد، كأنك بتنتزع منها روحها. وده جيل الرواد أو جيل المؤسسين جزء كبير جدا منه وقع في الموضوع ده، ولكن لحسن حظنا أن لما جت تجربة الحداثة الأوروبية كان فيه درجة من الفضول للاشتباك معاها، وجزء كبير من الفنانين تحرروا من القيود الأكاديمية اللي الجيل الأول كان إلى حد كبير متمسك بها. وعندنا حظوظ أخرى في مصر اللي هي أن فيه روح نمت مع مثلا حركة السرياليين ومع جماعات كتير بتحاول تطرح أفكار جديدة على موضوع الإبداع واللوحة إيه هي. مشكلتنا دلوقتي لا هي علاقتنا بالكلاسيكية ولا بالحدث، مشكلة إن فيه ما يسمى اللوحة المعاصرة، واللوحة المعاصرة دي شيء مش مفهوم. يعني هي أقرب كده مثلا لقصيدة النثر، اللي هو يعني تكسر العروض وتكسر النظم وتكسر الموسيقى الداخلية وتبقى قصيدة. طب ليه بتسميها لوحة؟ الحداثيين لما استعملوا الكولاج هم أضافوا للوحة شيء من خارج المعتاد، أنا هجيب صحيفة أو جرنان وهلزقه على اللوحة، أو ما يسمى بقى بعد كده الريدي ميد.
فالحدثين من البداية مقررين ان هم القلق تجاه ان هل هناك وسيلة واحدة لعمل اللوحة او لا، وليه اللوحة متخرجش من حدودها القديمة اللي وصلت في النهاية فونتانا بقى انه يشق اللوحة او وهكذا. فاحنا كمعاصرين كفنانين مصريين معاصرين، تجربتنا الفنية تمت من خلال حوار مع التجربة الغربية في الاساس. يعني احنا ما عندناش مصادر ملهمة كبيرة اكتر من الرافض الاوروبي ده الغربي بالتحديد. تجربة المعاصرة هي مش تجربة اوروبية، هي تجربة غربية وقلبها الامريكي اعلى من قلبها الاوروبي. لما نيجي دلوقتي ايه التحديات اللي بيواجهها فنان في واقعنا ده ازاء لوحته اللي هو شايف جايز انها لسه بتنتمي لتقاليد قديمة، وبينما هو مفروض يشارك بيها زي ما بيقول صالح في ارينا واسعة من خلال لغة الناس بتتعامل معها دلوقتي. ايه اللوحة المعاصرة دي؟ انا رأيي انها لوحة مش بس بتقدم مادتها، ده بتقدم شكوك وريبة حوالين احقيتها حوالين مصداقيتها كعمل فني. احنا لسه ما زلنا مصرين على انجاز اللوحة بمنطقها القديم، المهارة، الجاذبية، القوة، الغموض، السحر، المشاعر، وما زلنا غير قادرين على عمل قفزة أو تعامل نقدي مع اللي بتقترحه المعاصرة على أساس أنت ما تبقاش تكرار لشيء. أنت هو الحداثة فعلا لمت ورقها من زمان من بعد الحرب العالمية الثانية، يعني خلص الجزء الإيجابي في الرحلة دي. هل إحنا بقى كمبدعين عرب شايفين ان في فرصة تاريخية دلوقتي لان العالم يتسع ويضم تجارب من مناطق مختلفة بعيدة عن المركز وبالذات عن يعني مركزية التجربة الاوروبية، وفي في فعلا مساحة متاحة للحركة خارج الموضوع ده، هل احنا جاهزين؟ انا رأي احنا مش جاهزين. احنا مش جاهزين لسبب واضح. انا كطبيب يعني اصلا قبل ما بقى رسام كان في حاجة اسمها التشخيص. التشخيص ده يعني معرفة بالمريض، يعني الهيستوري بتاعه وتاريخه. هل احنا عندنا معرفة بما يحدث وبمنتجنا؟ انا اشك في ذلك تماما. انا حتى كفنان مصري لو تكلمني على الفنانين السودانيين او كده هكلم لك على اسم اسمين. فالجزء الأرينا العربية دي هي مش عارفة نفسها ولا عارفة حتى منتجها فين، يعني ايه المنتج بتاعنا ده ومين بينتجه، مين الاسماء اللي نعرف نتعامل معها. لان كمان كل العروض او كل المحاولات النقدية الكبيرة بتروح كمتابعات للمعارض وللنشاطات، انما ما فيش جهد حقيقي لان احنا نشوف المشتركات اللي بيننا، يعني انا كمصري وده كمغربي وتونسي وغيره. فاعتقد يعني عشان برضه انا مش يعني مش عارف اوصل لشيء نظري، ان في فرصة حقيقية امامنا دلوقتي ان احنا نشوف مناطق قوة ونبني عليها بدل ما نقعد ننقد الذات او ننقد التخلف او نتكلم عن نظرية المؤامرة. في مناطق ممكن البدء منها لعمل شيء للامام عشان مساهمتنا في المشهد ده اللي بيحصل في العالم تبقى اكثر ايجابية. انا رأيي نمرة واحد، علاقة بالعرب الموجودين في الخارج وهم ناس عندهم فرصة كبيرة لأنهم عاشوا تجربتنا وكمان هم بيشتغلوا على أرض أخرى وهم ممكن يبقوا همزة وصل كبيرة مع واقعنا ده، دي حاجة مهمة جدا. والنقطة التانية هو إن فيه إمكانيات دلوقتي أتيحت من الميديا والوسائط لكسر العزلة ولخلق حساسية بما يحدث على مستوى العالم، ولكن مفيش تفكير منظم لتوسيع الموضوع ده وعمله بقصدية، يعني بمعنى ان هنستفيد من ان الميديا دي ادت المساحة الكبيرة من الحوار بين تجارب مختلفة. انا اعتقد ان في فرصة لو احنا ما كررناش نفس الاخطاء. نمرة واحد، احنا نبذل مجهود اكبر لعمل فاعليات على المستوى العربي، بمعنى ان المعرض اللي اتعمل ده
يعني كان مفاجئ بالنسبة لي، لأنه قليل يعني أنك أنت تبقى حاطط لوحة فنان مصري جنب فنان عراقي جنب جنان سوري، وتحاول تتفرج على مشتركات أو على حتى إيه المناطق اللي إحنا واقفين عندها، ومين بيحاول يخرج برا النطاق ده. بس ده اللي عندي، وأشكركم. ننتقل الحوار للسادة الحضور اللي حابب يطرح أسئلة أو عنده كلمة، ممكن يتفضل. مفيش أي مشاركة، تفضل تفضل يا شوقي. أنا أحمد شوقي، فنان وكاتب، وعندي سؤال للأستاذ صالح. أنا من أشد المعجبين بالفنان وليد صادق، ويعني متابع شغله عن كسب يعني طول فترة التسعينات والتاريخ اللي حققه هو المجموعة اللي كانت معاه في لبنان، وكلامهم طول الوقت عن الفن المفاهيمي والفن المعاصر والحركة اللي كانوا شغالين فيها ما بعد الحرب الأهلية. بس كان عندي تساؤل، أنا تابعت عن طريق الأخبار المعرض اللي حصل السنة اللي فاتت، اللي هو كان عبارة عن تقريبا 22 قطعة بينتينج. فكان سؤالي يعني مرتبط بتفتكر إيه اللي خلى وليد صادق بعد الرحلة الطويلة دي كلها إن هو فجأة يقفل على نفسه الاستوديو ويقعد ويسيب المشاريع ذات القضايا؟ هو أصلا أنا اكتشفت إن هو مؤخرا ما كانش بعرف نفسه إن هو فنان، هو كان بيعرف نفسه هو سكولر اكتر، فبعدين قفل على نفسه بقى انتج مجموعه بينتينجز وعرضها جوه الجاليري. فسؤالي يعني كان حوالين ايه اللي خلاه يعمل كده، دي اول حاجه. السؤال الثاني، هل البينتينج، هل لو كان هو مثلا نوع الفن اللي هو بيمارسه في الظروف الحاليه في لبنان مثلا ما قدرش يحقق له عائد مادي مناسب، فهل كان البينتينج السبب؟ ولو هو ده السبب، فهل البينتينج بتاعه اتباع وحقق له اللي هو كان عايز يسعى لي؟ شكرا. شكرا على سؤالك. وليد صادق فنان يعتبر سكولر كتير كتير مهم، يعني هو شخص ما بعرف، بس لتعريف اللي ما بيعرفوه لوليد صادق، هو في مكان ما يعتبر أبو الفن المفاهيمي بلبنان، هو اللي كان أول واحد بهذه الظاهرة، وهو كان جزء من مدرسة فكرية من 30 سنة تعتقد أنه لوحة ماتت وأنه في حاجة لأنه نقوم بتجارب بما شو بيقولوا يعني أماكن أخرى مش بالرسم. يعني بالنسبة له بظرف ما بعد حرب لبنان كان في ضرورة لأنه يصير في تجارب أخرى، وظل ملتصق بهذه التجربة، وكان أكثر واحد راديكالية فيها، بمعنى أنه الفن المفاهيمي ما بينتج برودكت يعني عمل، وبالتالي ما فيك تبيعه. طبعا بحالات أخرى كان لازم أنه الفنان يطلع مصاري، وصاروا يعملوا أشياء بمكان ما مشكوك بأنه أنت بتجيب كباية بتحط عليها شرينك راب وبتقول هيدا عمل فني. بس ضل يبيع أفكاره، يعني يعمل المعارض تبعيته إلى أن حدث الانفجار ببيروت. الحقيقة لما صار الانفجار ببيروت هو بتطور داخلي منه شعر بأنه ما كان يحتاج أنه يعبر عنه، ما عاد تقدر الكلمات تعبر عنه، فرجع للبينتينج. والحقيقة كان أنا لإلي يعني مناسبة كتير عظيمة، لأنه أنا بقيت حوالي 20 سنة عم دافع عن البينتينج كحل معاصر، وكانوا كل الناس عم بيقولوا لي أنه ماتت. فوليد صادق كان شيء كتير مهم، لأنه هيدا ما حدا بيقدر يشكك بمفاهيميته، إنما هو رجع اكتشف بالحقيقة أنه البينتينج هي
حل جدا معاصر. نحن منا ضد المفاهيمية بظروف معينة ولا فن الفيديو بظرف معين، يعني كل ممارسة من ممارسات الفن المعاصر إلا ظروفه. أنه أنت لما بدك تحكي عن عامل الوقت بدك تعمل فيديو، لما بدك تحكي عن عامل السبيس بدك تعمل انستليشن. بس بنفس الوقت ما ماتت البينتينج، وكان أكبر إثبات على هذا الموضوع هو وليد صادق، وأكيد ما قام فيه لأسباب مادية. يعني هو كان عم بيطلع مصاري من ممارسته المفاهيمية ورجع عمل لوحة، بس هو كان بالنسبة له اللوحة في هذه اللحظة المعينة هي ضرورة. أنا يمكن بحب استغل هالسؤال هالمناسبة تقول أنه الفن بعد بالعالم العربي في كتير ناس بيعتقدون أنه الفن هن لوحات تزيينية بتحطهم تتعمل ديكورات بالبيوت وإلى آخره، يعني المدرسة القديمة للتطلع إلى الفن. الفن هو لغة أساسية في التعبير عن التغييرات المعاصرة بالمجتمع، وإذا ما بدأ وهيدا شيء بغاية الأهمية في المجتمعات اللي عم تطلع لقدام مش عم تطلع لورا. بس تتقدر تنظر إلى الفن بهذه الطريقة وتتابع، لأنه طبعاً في فنانين منيح وفي فنانين بيشتغلوا على الطريقة القديمة، مش كل الفنانين مثل بعض، مش كل الجاليريات مثل بعض، مش كل المتاحف مثل بعض، مش كل النقاد مثل بعض، في شيء رصين في شيء أقل رصانة، هذا موجود في كل مكان. إنما الفن والثقافة والمسرح والموسيقى بالتجارب اللي معاصرة لها هي جزء لا يتجزأ من بحث أي مجتمع للتغير للتغيرات أو المتغيرات أو التغيير اللي عم بيمرق فيه. والفنانين هن أكتر ناس حساسين بيقدروا أنه يعبروا عن هذه المتغيرات. بس إذا ما في كل الانفراستركتشر اللي بتجي معها من أجل تفسير، لأنه إيه ما شغلة الفنان يشرح شو عم بيعمل، شغلة الآخرين أنه يشرحوا شو هيدا، في المؤسسات شغلتها أنه تضع الضوء وتقول ليش هيدا الشيء كتير مهم لمصر أو لأي للعالم بالمطلق. وهيدا اللي بعتقد كلنا منعاني منه اليوم، أنه نحن العرب نشتغل كأفراد مننجح يمكن نجاحات كتير كبيرة على المستوى الفردي، بس مش عم نقدر، ما أعرف إذا الكلمة بقدر استعملها أو معروفة، مش عم نقدر نمأسس، يعني مش عم نقدر نذهب من المجهود الفردي إلى المجهود المؤسساتي اللي بيقدر يراكم كل هيدا اللي عم بيحدث ويعمل منه إنتاج معرفي. هيدا هو الهدف الأساسي، إنتاج المعرفة. بس إنتاج المعرفة يحتاج إلى جهود من الناس من المؤسسات، جهود مادية، بدك مصاري، بدك تكتب، بدك تطبع، بدك تعمم التلفزيونات، ما عم بتقوم بالمهمات تبعيتها، الجرايد ما بتقوم بالمهمات تبعيتها، دور النشر ما بتقوم، الجامعات مش عم بتقوم بمهماتها كما يجب. وبالتالي عادل سيوي متروك لحاله، وفاروق يوسف متروك لحاله، صالح بركات ومحمد طلعت متروكين لحالهم. نعمل اللي بنقدر نعمله، بس إذا بدنا نحكي على مستوى أعلى من هيك، في حاجة ضرورية اليوم لأنه نخرج من بوتقة الفردية إلى تراكم التجارب من شان أنها تصبح عندها صوت أعلى. مفتاح اسمحوا لي بإضافة على السؤال مهم جدا للفنان أحمد شوقي، إضافة لما قال الأخ بركات. تذكر أن يوزب بويز تم طردا من الجامعة بسبب أنه هو يشيع مفاهيم فوضوية بين الطلاب اللي هي مفاهيم الفن المعاصر، ما يسمى بين قوسين الفن المعاصر والفن المجتمع اللي هو شعار الفن الاجتماعي اللي هو شعار بويز.
بالألفية الثالثة بعكس ما حدث لبويز ظهرت جامعة في نيويورك تطرد مدرسين أو أساتذة ترسم لأنهم يشيعون المفاهيم اللي تتعلق بضرورة الرسم يعني تعلم الرسم، فجامعات بدأت تطردهم يعني. وظهرت نظريات كثيرة تتحدث عن موت الرسم لأنه انتهى الرسم، لكن الرسم قاوم وظل موجود وظلت الجاليريات الأساسية. بالحقيقة المؤسسات ما المؤسسات الكبيرة اللي هي مرتبطة برئيس مال ضخم جدا وكذا استجابت لدعوة موت الرسم لأسباب مالية ولأسباب معرفية كما قال الأخ بركات وكذا، لا لأسباب مالية استجابت المتاحف، حتى المتاحف استجابوا لهذه القصة ولهذه الحكاية الغريبة. لكن الصالات الفنية وبالذات الصغيرة منها ظلت حريصة على أن ترعى الفن الرسم كما نعرفه يعني. وبما أن الفن الرسم قاوم وبقى صامدا، الآن هناك محاولات من 10 سنوات وانت جاي لتدجين واحتواء الرسم ونقله من المساحة اللي احنا نعرفها يعني الى المساحة اللي يصير جزء من الفنون المعاصرة. وهذا السر سهل معرفته، انه تروح لاي جاليري من هاي الجاليريات اللي تعتمد على المال اصلا مثل ساتشي عن ساتشي بلندن، تكتشف هاي الموضوع، تكتشف ان هناك رسم اخر اللي هو يقع ضمن المسائل يعني المدرسة المفاهيمية أو الأسلوب المفاهيمي. فصار تحول، وأنت كل ما الأشياء تقاوم هناك الفنون المعاصرة الآن أو رعاة الفنون المعاصرة المؤسسات المسؤولة عن تمويل الفنون المعاصرة تكتشف علاجات جديدة يعني مثل قصة المكتشفين تبع الإنذار، طرق وسائل الإنذار، إن النصوص يكتشفون كيفية الانتصار على وسائل الإنذار، ترجع المؤسسات العلماء يكتشفون وسائل أكثر تعقيدا، النصوص يكتشفون وسائل أكثر تعديدا لحل الإشكالات. هو هذا صراع. في أسئلة أخرى؟ طيب نشكر السادة. تفضل يا فندم. تفضل. أنا اسمي عادل نجيب، هاخد سؤالين من الندوة بتاعت امبارح. كنت يعني 3 أسامي مشهورة، كنت أحب أعرف حاجة عن البدايات، عن الخلفية، يعني هل في طفولتكم مثلا كنتوا شايفين أنكم هتبقوا فنانين؟ وبعدين سؤال تاني، إيه الدافع لعمل عمل معين، أو إيه الإحساس أثناء العمل أو عند انتهاء العمل، حاجة زي كده يعني كل واحد في حضراتكم، كلكم أسامي يعني كبيرة. شكرا. ما مش كلهم فنانين يعني أستاذ صالح مش فنان، وأستاذ فاروق مش فنان، دكتور عادل الفنان الوحيد. أوسكي أقصد بالنسبة للمعارض المتاحف الكارير يعني الكارير نفسه بتاع كل واحد فيهم يعني إيه اللي هبل؟ لا هحاول ماشي. قبل ما أجاوب على السؤال بس كنت عايز أرجع شوية للكلمة اللي قالها فاروق عن موضوع الهوية. أنا أعتقد إن إحنا ما بنقدرش دلوقتي نسأل وي مثلا في شغله ما هو صيني في شغلك يعني، ولكن لسه احنا عندنا سؤال لسه بيطرح على الفنانين عندنا، وان فين كيف يعني تتجسد هويتك في عملك. المعاصرة فتحة الباب لدائرة واسعة وكأنها بتكون قبيلة كونية يعني كده، وانت تنضم لها لو انت موافق على التفاعل داخلها. السؤال اللي قال الأستاذ هو سؤال مهم حوالين ليه فنان
ايه الدوافع اللي تخلي فنان يعمل؟ وبعدين بعد كده السؤال التاني، ليه يبقى معرض او كده؟ لو انا فاهم صح. الدافع اللي خلى كل واحد فيكو ينتجه لهذا المجال. يعني الفنان اوكي بيعمل لوحة معرفش تمثال كده، في واحد تاني عنده جاليري عايز يبيع اللوح والتماثيل عنده دافع، في واحد عايز معرفش انا مش متخصص. هو السؤال كده يبدو كأنه ليه كل واحد بيشتغل الشغلة دي؟ يعني ليه الطبيب بيبقى طبيب وليه المحامي بيبقى محامي؟ انما يعني في 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 المسألة في الفن، يعني ليه بتبدأ العمل الفني ده ومتى تتوقف عنه وازاي تعتقد ان دي مجموعة كافة للعرض؟ ده موضوع هام ومفيش فيه حسم كده اكاديمي نقدر نقول يبدأ العمل عندما تتوفر الشروط 1 2 3. من تجربتي الخاصة انا ان ممارسة الفن بتتحول الى شكل من اشكال الحياة. يعني انت مش بتقعد تستنى الهام ولا ابداع يجيلك عشان تشتغل، انت بتروح مرسمك كل يوم وتشتغل، تعمل سكتشات، تشوف شغل، تضيف حاجة لشغل قديم، يعني انت في حالة عمل دائمة. عندما بقى تتوفر شروط لان انت انتجت انتاج كافي وكده في شيء ما متصل وترى يعني ان ضرورة انه يتعرض كمجموعة بتعمل ده. مثل ما قال دكتور عادل السؤال كثير مهم، هو بالحقيقة لكل فنان دوافعه انه ليش يصير فنان او لماذا يبقى يستمر على الفن، رغم انه في شائعات انه الفن مصدر رزق او كذا مصدر رزق جيد، هذه طبعا شائعات يعني كاذبة، يعني 90% او 95% ممن يمارسون الفن التشكيلي هم فقراء، يعني ما هذه كلها اللي تقروا ارقام وكذا وبدي شنو هذه كلها بدي 5%، اما 95 فهم فقراء. يعني بس انا كثير افكر انه انا مثلا 40 سنه اشتغل على الفن، شنو هالورطه؟ ليش مورط حالي يعني وهو ما يجيب؟ يعني شغلي بالنقد الفني ما يجيب لي فلوس، اللي بالعكس. انا مثلا كثير عندنا مشكله كبيره جدا بالعالم العربي انه احنا قليلين جدا من الناس اللي يشتغلون بالفن التشكيلي هم محترفين ومتفرغين للرسم او للنحت. كل الناس بعضهم الناس 98% من الناس اللي يرسمون وينحتون مصدر رزقهم ياتي من مهنه اخرى، وهذا بتاريخ الفن حتى تاريخ الفن المصري. يعني انت لو تاخذ ترجع لتاريخ الفن المصري من التأسيس الى هذا تلقي يا اما محامي مثل محمود سعيد، يا اما استاذ جامعة مثل جاد بن سري، يا اما يشتغل بالصحافة، يا اما معلم ثانوية، من اجل ان يضمن فعلا يقدر يعيش يعني لقمة عيشه. اما أنه يعيش من الفن فنادرا ما تلقي هذا النموذج على الإطلاق. يعني الدافع المادي هنا مفقود على الإطلاق بقصة الفن، هو دافع آخر غير منفعي. أنا كثير فكرت إنه أنا ليش مرت حالي بالقصة كلها 40 سنة صار لي، وأنا رزقي مو من هذا الموضوع أصلا، لأنه أشتغل شيء آخر بالكتابة والصحافة هو ذاك اللي يضمن لي أنه أنا عايش. بالحقيقة هي سهلة وصعبة أيضا، سهلة إذا رحت لها بالطريق الصحيح وصعبة إذا رحت روك سايد. هناك متفق عليه بين الناس أن الحياة لا تسوى شيء، ما تسوى شيء الحياة، ما إلها أصلا معنى. والأديان السماوية والأديان الأخرى يعني الأرضية أيضا متفقة على لا أهمية الحياة، يعني هيك لغوة، الحياة لغو وفراغ ومتعة وكذا، مو الحياة هذه مو الحياة الحقيقية، ليست الحياة الحقيقية اللي لازم نعيشها بحق، هذه هيك زائلة وكذا. الفن الشيء الوحيد الذي يهب الحياة معنى. الآن لو تشيل الفن تشيله للفن،
تكتشف أن لا وجود للحياة على الإطلاق، لا معنى للحياة. إذا تشيل الموسيقى وتشيل الشعر وتشيل رغم أنهم ما يحتلون أي مكان فيزيائي، ما يحتلون باستثناء العمارة والمنحوتات، البقية كلها أوهام، عبارة عن أوهام، لا تحتل مكان حيز كبير ومرئي وكذا بالحياة، لكن شيلها احذفها من الحياة، لا يبقى شيء من الحياة على الإطلاق، يعني يغيب المعنى. أعتقد أن السؤال الأصعب هو الخروج من الحياة العملية. يعني أنت مثلا الناس بتقرر أنها تبقى في داخل الحياة، يعني طبيب، مهندس، محامي، بتقوم بأدوار. إيه اللحظة اللي بتخلي فرد يقرر أنه يخرج من هذه الحياة العملية ويتحول إلى شخص بيراقب هذا الواقع ويحاول يعكس علاقته به؟ ده السؤال الهام، يعني اللي فعلا اللي بتخلي في النهاية واحد داخل الواقع وراضي بقوانينه، وواحد عايز يبقى خارج هذه الدائرة ويتأملها ويتفاعل معها. يعني بعد أجوبتكم اللي كتير يعني على مستوى فكري عالي، أنا حأرجع أنزل يمكن الديبيت شوي، بس أنه شو اللي بيخلي أي إنسان يمارس أي شيء بده يعمله وينجح به؟ هو إيمانه بمكان ما بقضية هو بده يدافع عنها. وأنا لما قررت أنه أعمل جاليريست، كان السبب أنه كان ما في جاليري ببيروت عم بتقوم بشغل مظبوط بالدفاع عن الساحة الفنية بعد الحرب الأهلية، يعني بآخر الحرب الأهلية. وفكرت أنه أنا لأسباب عائلية كان مطلوب مني أنه أبقى ببيروت، ما غادر لبنان إلى آخره. فلقيت أنه أنا أريد أن أخصص حياتي لدافع عن شيء أنا بأمن فيه، لأنه في ظل اللي كنا عايشينه وقتها بالحرب، أنا ما كان بدي يكون مثل الباقيين. كان جاي عبالي يقول لا، بدي خلي كل الباقيين يطلعوا للمحل اللي أنا بدي روح عليه، وبالتالي لازم كان أعمل هذه المؤسسة المتفرغة للدفاع عن الفن، مش انه جاليري بتبيع مفروشات وبتحط لوحات من وقت لوقت او بيكون محل تياب ما بعرف شو الى اخره. لا، كانت الفكرة تبعيتي انه يجب ان نأخذ الفن بشكل جدي، لانه الفن منه لوحات عندها اطارات مذهبة بتنحط فوق الشميني، لا، الفن اكبر من هيك بكتير. بس طبعا تبقى هيدي عملية كل واحد بيدافع عن هذه القضية. الفنان مؤمن بأنه هو حيغير العالم، الجالوريست مؤمن أنه الفن شيء كتير مهم، الشاعر والكاتب بيعتقد أنه هيدا الشيء اللي لازم يسوي ولا شيء آخر. ويوم اللي المجتمعات بتعرف أنه هذا الأمر مهم أكتر من عملية يعني الأشياء الصناعات التانية وإلى آخر، إلى مجتمع بلا فكر بيصير فيه مثل كل المجتمعات العربية، مجتمعات فقيرة بالكاد بتطمح أنه تعمي حالها. بالآخر بدك تغذي الفكر، لأنه هيدا اللي بيشقلك لفوق، هيدا اللي بيدفعك إلى الأمام. وهيدي عملية ناس أخذت قرار لسبب ما بعرف جاوب عليه، بأنه تخصص حياتها للدفاع عن قضية ما، فيها تكون موسيقى، فيها تكون مسرح، فيها تكون كتير، طب، ليش لا، زراعة، بس يقوم فيه مش لأسباب معيشية بل لأسباب قضية. يعني أنت بتعتقد أنه هذا الأمر حياة أو موت. في حد عشان؟ طب ممكن تقولي احنا في لايف في اونلاين اسئله؟ هل الفن العربي نجح في استحداث مدارس فنيه عربيه زي ما عمل الغرب؟ الفن العربي نجح في استحداث مدارس عربيه زي ما عمل الغرب في مدارس غربيه؟ بالحقيقة هيدا اللي كنا عم نحكي عنه، وهيدا اللي بعتقد هيدا اللي عم بيحكي عنه كان فاروق. وبعتقد انه
هيدا المكان اللي نحن كلنا عم نتناقش فيه، انه ايه هل في فنانين بالعالم العربي؟ انا ما بحب، ما بعرف كلمة فضفاضة الفن العربي. في فنانين بالعالم العربي عندهم قدرة فائقة بانه يعبروا عن تطلعات وحساسيات مجتمعاتهم. هذا الامر قاطع ونهائي. يعني نحن عنا فنانين كتير كبار كتير عظيمين. هلأ اجت مدارس ويعني مؤسسات ثقافية، متاحف، أكاديميات، جامعات، art centers اللي بدك إياه، اجت قالت تعوا تنفكر بهذا الموضوع لنضعه بأطر واضحة المعالم. بكل أسف لا، بعد في شزرات من هون ومن هون ومن هون، بس بعتقد ما حدث بعد هيدا النوع من النقد الفكري على مستوى عالي، لأنه مجتمعاتنا لا تقدر النقد هيدا إذا كان فيها نوع من النقد، لأن دايما بيعتبروا أنه إذا أنت جيتي عملتي نقد يعني صار في هجوم ويلطيف وحرب داحس والغبراء. يا أخي نحن عم نعمل نقد بالفكر يلي هو من أجل رفع مستوى الفكر. هل هذا الأمر حدث شزرات من هون من هون بظروف معينة ببعض الانستنسز يعني بظروف بأوقات معينة، بس ما قدرنا أبدا أنا برأيي المتواضع أنه ما أسسه لهلأ ونجعل منه ظاهرة حقيقية. يعني أنا ممكن أقول إن الفن والحرية في مصر خدت فرصة تاريخية ما خدتهاش جامعات أخرى، إنها أصبحت جزء من تيار عالمي كبير وعملت إسهامة خاصة، ودي شيء خاص جدا جدا بينا. يعني بالحقيقة نحن بتاريخ المعاصر خدعنا أنفسنا من ربطنا قصة الهوية بمفهوم الأصالة. مفهوم الأصالة انحرفنا كثير به، ما خليناه بمكانه الحقيقي، الموضع الحقيقي إليه، انطيناه أضفنا عليه طابع أخلاقي. فمثلا الأصيل يعني ابن عائلة، فأخذنا أنه الفنان الأصيل لازم يكون ابن عائلة يعني ابن مجتمعه. هذه بالحقيقة هذا مفهوم أخلاقي للأصالة، مش مفهوم جمالي ولا فني. لذلك انحرفنا احنا كثير بقصة الهوية. لما ردنا يعني يقول لك أصلاء، هذول فنانين أصلاء، أما هذول غير أصلاء، هؤلاء غير أصلاء، بمعنى أنه هؤلاء أبناء المجتمع الأوفياء وهؤلاء متمردين وولد شوارع. بالحقيقة أن الفن فن الأصلاء ما يقصدون يعني يقصد به بالأصلاء يعني فن اللي بالمفهوم الأخلاقي، أبناء المجتمع هم مو فنانين، ما أنتجوا فن. والظاهرة هاي موجودة بكل العالم العربي. المتمردين الخارجين على قانون المجتمع هم الذين الآن نحتفي بهم بعد موتهم طبعا وكذا، ونعتبر فنهم هو الفن الحقيقي. أما أبناء المؤسسة أبناء المجتمع هؤلاء نسي فنهم وراح يعني، وهذول هؤلاء موجودين مصر وبالذات لما نشأت بين قوسين الحكومات الوطنية، هي شجعت هذا المفهوم المنحرف للأصالة. في أسئلة ثانية. لماذا اختفت الجامعات الفنية ودورها في الوطن العربي، ولماذا لا تقوم المؤسسات الخاصة والجاليريهات بتبني فكرة إحياء الجامعات الفنية؟ كل ظرف وله أحكامه، أوكي؟ كل عصر وله أحكامه، يمكن يكون هذا الأمر ضروري في وقت ما بيرجع بيقوم، بس مثل ما كانوا عم بيقول الدكتور عادل والأستاذ فاروق أنه يعني إذا بدك كان في وقت كان هاجس كل العرب هو موضوع الهوية، هذه المرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبناء الدول الاستقلال بكل البلاد العربية والبحث عن لغة
سيميولوجية وطنية جديدة كان فيها الطموحات، وبالتالي الهوية كانت هاجس للكل مجتمع أهلنا. بس إجا من التسعينات وطلوع مع عصر العولمة تجه الفن إلى مكان خاص، ما عاد بهمه الهم الهوية الجامعة، صار كل فنان عم بيفتش عن الهواجس تبعيته. لتكملت فكرة الأستاذ فاروق أنه فنان اليوم بمصر بيقرر أنه يشتغل على موضوع مثل الموسيقى بالمطلق خارج الزمان وخارج المكان، طيب ليه لا؟ حقه هيدا كإنسان، هيدا عم بيعمل فن جيد، هو مقتنع باللي عم بيعمله فيه، عم بيتبع الأشياء اللي المعترف فيها بالنسبة لجديته، وهيدا بيكون كتير منيح بدون ما يجي الواحد يعني يضع أنماط معينة إنه لازم يكون فنان مصري، يعني لازم ما بعرف بالعراق يعمل مرأة محجبة. يا أخي ليش؟ مين قال هالشي؟ أنا أعتقد أن عالم الفن بتاعنا اللي إحنا عايشين فيه ده عالم هش جدا، وعالم الفن ده في أي مكان وتاريخيا هو بيتكون من بنيتين، بنية تحتية اللي هي البنية المؤسساتية، يعني مثلا المتاحف والجاليريز وأكاديميات الفنون والأرت سنترز والماركت وكده، دي البنية التحتية لعالم الفن. فوقها بنية فوقية بقى من الإبداع والأفكار والنقد والحوار، ولكن هي مستندة في الأساس لقوة البنية التحتية دي. إحنا في عالمنا العربي هذه البنية التحتية مش موجودة بالصلابة، بحيث إنها تدافع عن ما تنتجه بنيته الفوقية من أشياء متميزة. يعني ده كاد يكون في تناقض ما بين حركة البنية التحتية اللي في عالم الفن وبنيته الفوقية اللي هو. وأنا يعني بتجربة شخصية كنا بنتكلم على بيشوب برجر، ده واحد من أهم اللاعبين الكبار في عالم الفن المعاصر، جاء إلى مصر وورينا له شغل وحاجات كده وفنانين، فقال أنتم مساكين. والله مساكين، يعني بمعنى فين الانفراستراكشر اللي هيوقف حركتكم دي وممكن يقدمها؟ هل كان في إمكانية لإنشاء طائرات فنية وجماعات فنية عربية؟ لا أدري، ولكن حتى لو وجدت وكانت متميزة لدرجة أنها ممكن تصبح علامة يعني في 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 ذاكرة الإنسانية، ما كانتش ممكن أنها تبقى حاضرة، لأن مفتقدة أساساً للبنية التحتية اللي بتحركها. يعني ما إذا كان ده سؤال ليه ما كانش فيه جماعات فنية طلعت؟ حاجة بسيطة، هي كان في ضرورة في وقت ما في الجامعات لوجود جامعات، لأن كان في حركات أوروبية بتنشأ زي الحركة التكعيبية، الحركة السوريالية، فقامت جامعة فن والحرية على الحركة السوريالية، قامت جامعة الفن والمعاصر كامتداد لتمصير والهوية المصرية، وابتدوا يشتغلوا بشكل شعبي، فكان في رغبة وكان في مكافحة ضد الاستعمار في الوقت ده، وفي تكوين بتكون أفكار، وكانت الحداثة جزء منها تكوين أفكار وتمرد وجماعات. بانتهاء الحداثة انتهت فكرة الجماعات، الفن بقى أكثر فردية، وما بقاش فيه ضرورة أن يحصل جماعات، لأن كل الأمور حصل فيها تغيرات كبيرة. وجود الرأسمالية فتت الفكرة الاشتراكية، فكت الفكرة الشيوعية اللي كانت موجودة، واللي موجودين بقايا هشة، حتى اليسار تم تفتيته. يعني ما بقاش فيه، ما اعتقدش ان دلوقتي بقى فيه ضروره الجامعات. في سؤال تاني في وقت ولا خلاص؟ في وقت. ما هو مفهوم اللوحه المعاصره في اشكاليات الفنون العربيه؟ اللوحه المعاصره في اشكاليات الفنون العربيه، هو سؤال واسع شويه. ما فيش اجماع على ايه اللوحه المعاصره، بس هي اللوحة اللي مش مكتفية بالموروث لا الكلاسيكي ولا الحداثي. يعني الحداثيين جم يعني ممكن نلخصها في عبارة صغيرة، لما قال بيكاسو ان اللوحة ليست نافذة، فقفل على كل السكة اللي ان اللوحة دي هي اعادة انتاج للعالم من منطلقات جمالية.
واتفتح في الفن الحديث مثلا حاجة اسمها التجريد، مش كده؟ انت بتدير ظهرك للعالم بالكامل، اللوحة هنا مالها يعني، مش هتشوف فيها العالم، دي اللوحة الحدثية، انت هتشوف ما يصنعه الفنان على هذا السطح. اللوحة المعاصرة، اللوحة المعاصرة هي جاية من جوه طيار جوه الحداثة، طيار الدادة اللي هو الناس اللي بيقولوا ان كفاية رسم، كفاية نحت، وان هذا التاريخ انت كل ما ننتج وما فيش اي مبرر ان احنا نضيف عليه، احنا لازم نوسع اصلا مفهوم الابداع وايه هو الابداع البصري. فاللوحة المعاصرة هي هذا النفس اللي كان موجود داخل الحداثة بس ما خدش فرصته الا لما الحداثة نفسها تم يعني ايه، هي كانت خلصت، كانت انتجت كل ما لديها. جم المعاصرين، المصورين والمعاصرين، المصور المعاصر بيعمل ايه؟ عايز لوحته تكون مساحة مش فقط لتقديم نفسها انما للتساؤل حوالين علاقته بالواقع كمان. يعني ممكن يبقى اللوحة هي مجال مش فقط انك تعجب بيها شكليا او بتكوينها وتلوينها وكده، انما في علاقتك انت بالعالم وفي علاقته هو بابداعه. مش عارف اذا كان الكلام واضح ولا لا. يعني فكر ما بعد الحداثة، فكر ما بعد الحداثة انهى العمل بالاساليب والمدارس المكرسة. يعني بمعنى ان مثلا انت لازم تكون سريالي، انت لازم تكون كذا، واقعي ميتافيزيقي كذا، انت ممكن تكونين كلهم وممكن تتخلين عن الجميع، وممكن تمدين ايدك على اي عصر وتستلهمين منه الاشكال. ولو ترجعين الان لتجربه المصوره سيدي شيرمان الامريكيه تكتشفين هاي المحاوله مجسده. يعني شيرمان تهتم بالاقنعه وتهتم انه تخفي شكل الانسان، شكل الانسان الحي، وتهبه شكل مستعار من لوحة ما. يعني مثلا تاخذ الربيع مال بوتشيلي وتاخذ شكل المرأة اللي هي او فينوس، تاخذ شكل فينوس وتشتغل قناع لمرأة معاصرة، الموديل يختفي. فهي يعني المعنى الأساسي انه انا اقدر وإلي حق أن أمد إيدي لأي عصر فني وأعتبره هو مصدر إلهامي. هذه الشغل المعاصر الآن. في اللوحة المعاصرة أنت لما تلاقي مصورين معاصرين كتير هتلاقي العوامل المشتركة قليلة جدا. يعني أنت عندك مثلا ميجيل بارسيلولا إسباني أو يعني ريكتر أو أنسلم كيفر، لسه روح التصوير الحداثي موجود في شغله وموجودين، ودول ناس كبار جوه تجربة المعاصرة. يعني دول نجوم في العالم المعاصر. وتلاقي فنان تاني في لوحته هو جايب الأنابيب الألوان وداس عليها على الشاشة وحطها كده على التوال، أو واحد كتب كلمة داخل اللوحة. فأنت استيتيكالي أو فورم أو يعني شكليا بقى أنت مش هتلاقي مواصفات للوحة المعاصرة، لا، هتلاقي لسه ناس على صلة بتراث. طب عمال نسمى مثلا الهايبرياليزم. طب الهايبرياليزم دي هي حركه معاصره، هي اكثر كلاسيكيه ودقه من اي مرحله في زي ما يسموها ايه، عمل صوره للعالم، يعني اكثر من الفوتوغرافيا، مش كده؟ هايبرريال. طيب دي حركه معاصره، ازاي هتحط ده المصور المعاصر ده جنب شغل كيفر، جنب شغل لوحات عملوها فنانين كل شغلهم انه قطع اللوحه او انه حط عليها زرار. فما فيش يعني وصف شكلي للوحه المصري، بس هو واضح ان في ضيق من الحدود اللي فرضتها الكلاسيكيه والحدث. بس انا بدي ان يعني اعقب بشكل صغير انه اشكاليه الفن العربي، أنا بس حابب جاوب بطريقتي على هذا السؤال، هو أنه لما بيبقى وزراء الثقافة العرب
ورؤساء أكاديميات الفنون ورؤساء المتاحف أو المسؤولين عن المتاحف والجالوريات والأقسام الثقافية بالصحف العربية بيحكوا بهذا الموضوع بهذه الطريقة، لأنه هو في ناس في العالم العربي منه فقير، فقير بمؤسساته مش بناسه. لما بيبقوا هول المسؤولين بيفهموا هذه اللغة اللي عم بيحكيها بيصير في أقل إشكاليات. بس بالمرحلة الحالية في أفراد عندها معرفة كتير عالية، إنما بتوقف على هذا المستوى ما بتطلع درجة. لما بتجي بدك تقولي إنه ليه هذا الصرح الأكاديمي اليوم ما بينتج ناس تكتب هذا الكلام، بيكون في مشكلة، لأنه probably ما حدا من فوق. هيدي الجامعة بعرف إنه عندها كل تراث، مثلاً تحية حليم يمكن بظن عندها جزء أساسي من تحية حليم، جزء أساسي من فان ليو، جاذبية مش تحية، جاذبية. بس إنه شو عملت فيه؟ ونحن عم نحكي عن كريمة تبع الكريمة مارغو فيو، مزبوط. أنا عم بقول بالآخر هيدي الإشكالية الأساسية، بدنا نرتقي شوي إنه هذا المجتمع يؤمن بالكلام اللي عم نحكي فيه نحن، المجتمع كله، ويعتقد إنه هذه الصناعة الثقافية هي شغلة كتير مهمة، مثل الزراعة ومثل الطب ومثل الصناعة. وعند ذلك منبلش ننتج معرفة وننتج فكر تقدمي. طيب أنا بنشكر السادة الحضور وبنشكر السادة المحاضرين، ويعني نتمنى يبقى في فرص كتير إن يحصل حوارات زي كده. شكرا جزيلا.